شهرنا المبارك، مرحبا بك. تزورنا هذا العام في ظروف استثنائية، تزورنا والعالم يعيش جائحة كورونا المستجد. بالطبع سنفتقد تجمعاتنا العائلية على سفرة الإفطار، وسنفتقد مشاركة وجباتنا مع الجيران، وسنفتقد ممارسة الرياضات المختلفة مع الأصدقاء وأداء التراويح في جماعة، ولكن سنلتزم بالبقاء في منازلنا حفاظاً على أرواحنا وأرواح من نحب. سنتواصل معهم عبر الهاتف، وسنعيش معهم افتراضياً جميع لحظاتك المميزة. رمضاننا الكريم، ستبقى عائلتنا الصغيرة مجتمعة حول مائدتك، وستبقى أجواءك المتفردة حاضرة بيننا. بلغنا الله صيامك وقيامك، غير فاقدين أو مفقودين. اللهم آمين.